والله بطل المتابعين بالعالم حاليا متواجد بدبي بدعوة من جينيسيس الشرق الأوسط والسعودية علشان نشوف سيارات جديدة كونسبت ممكن تعتبر من أول مرة تطلع النشر باللايف. تعالوا مع بعض نشوفها. خلونا أول شيء نبدأ بهالفخم جينيسيس جي في 80، بس يعتبر نسخة خاصة. هذه السيارات اللي راح نشوفها الحين كلها نسخ خاصة وبأعداد محدودة، جاي بلونين ومميز. شوف اللون، شوف اللون، صراحة عجبني شكل اللونين على السيارات الجينيسيس. يا أخي أي سيارة يصير حجمها كبير شوي باللونين يطلع خيال، حتى الرش البوي طريقة كأنها فرشة قدام عينك. شوف بس إنه أكثر من طبقة معطيك فخامة وجمال. أكثر السيارات اللي راح نشوفها هذه يمكن تقريبا 20 نسخة. شوف 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 التفاصيل الحلوة، دواسة أوتو، اللون أورنج، حسيته أنا أورنج بزيادة، يعني ودك لو مخففين حدة درجة اللون عشان يكون في تناسق أكثر. النسخة اللي مكتوب الإمارات، شوف هذا واحد سبيشال إديشن، هذا واحد من 20 سيارة. انا بس صراحه ملاحظتي الاول اللون الاورنج مخففين حدته بيطلع اجمل. هذا شكله البوم مفتوح، بس فكره انه في لونين صراحه روعه لانه بيطلع مميز الموتر، مميز حتى من بعيد. شوف شوف أوريكم السيارة الثانية، خلوني أوريكم جهة السواق أول. نجي الجي في 80 سبورت، هذه إنتاجية، هذه إنتاجية وهذه نزلوا منها بس 20 سيارة. شوف الدفيوزر، الدفيوزر معليش، شوف الكاربون الزواج شلون جاية، فتحات التهوية اللي هنا، هذا ما دام في تهوية فتحات تهوية فالمحرك أكيد معدلين عليه. الجهة الجانبية، المرايا، الكاربون، الجنوط اللي جاي شكلها قصته حلوة، بس الإضاءة هنا اللون الأورنج فما هي واضحة دقة اللون وحلاوته، يعني شاطح اللون الأورنج شاطح. على حسب ما سمعت إن أسعار جلطة على خفيف، قل ليش؟ علشان قالوا إن النسخ محدودة. شوفوا 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 ما شاء الله الشكل الخلفي، جناح الكربون، ديفيوزر مخرش كمان اثنين. يا عين على الكنتارا، شغلكم فلات. شوف 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 حتى المراتب رياضية. شيء من الآخر، أم كنتارا كلام كبير، روعة. أوريكم بعد أبرك الساعات يا بعد حي نورين، أبرك الساعات نورين، شاطح عليهم داخل عرض السعودية والكويت والإمارات حبيبي والله قلبي والله. هذه بعد سيارة اختبارية، هذا كانك ببلاي ستيشن. ها هذه تحفة، سيارات اختبارية زي كذا دائما الشركات تستعرض بين اقدام الشركات الثانية وش ينتجون وش مستقبلهم. ما تشون نفتح الباب قبل شوي فاتحينه، ما شاء الله يا دله. هذه ما تشوف الا بالبلاي ستيشن. ايوه
يا عيني هاي شيء. شاشة ممتدة كاملة. هذه ظهري واحد يبيل وزنه 20 كيلو عشان يقدر يركبه. شيء. هلا ثانك يو. الحين نجي للفخ. الوحش. ينزلون نفسه بالضبط. هم نزلوا شيء هذا اختباري. نزلوا شكل زيه بس اصغر. مو منفخ زي هذا، هذا منفخ يقطع القلب. البروز والكفرات والجنون 23 شيء خيالي. جالس تقول لهم ليش ما نزلتوا كذا وليش؟ هذه بنجي بعد شوي. شوف 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 ما شاء الله. شيء من الاخر. يا اخي هذا لو ينزل نفس الشكل، هو التنفيخات اللي يبوه الزوايد طلعته في هيبه. هذا لو ينزل بيكسر ملفات سيارات واجد وسعر معقول. انت الكلام بس يبي له 500 حصان 600. يا ليت يضبطنا صديق الكوري. شوف شوف يا اخي تصميم حلو. وبش وبش كذا وحش. خارج الشكمان شنو قصة أسطى والدنيا. شوف 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 سكر الباب شوف شغل فلاش. شوف الدخلية شوف الفخامة كنتارو والكاربون والكراسي الرياضية. مصممين وكبار الشخصيات ومدراء واصحاب الشركات والوكلاء. هذه الفخامه، هذه واحده بالعالم. ون اف ون. هذه جمال عجيب غريب شيء من الاخر صراحه. جاي لونين داخل مشوف حين عنابي. طبعا الليموزين هذه طويله. سيارات الكدالك والبيوك القديمة الداخلية نفسها كل شيء كلاسيك. واضح انه اللي مصممها هذه كان مغرم سيارات الكدالك القديمة والبيوك نفس شكل مراته. شوف التفاصيل. بدي اركب بس حر حر. ايش رايك باللون بالله؟ والله ابو بندر رهيبه بس ون اوف ون يعني لو تنزل في السوق بتكون حلوه. ايه احس انه راح يكون عليها اقبال كبير. ها؟ حطوا لنا واحد لون ثاني ازرق بدل مو اسود. ازرق ولا هذاك الجولد اللي في هذيك؟ ايه يركب ملكي. هي ماخذه شوي من طابع الرولز. ايوه الرولز شوي. والفخامه على ما قال كلاسيك الكوري. والرينج ما شاء الله جميل يعني. ايه ماخذ طابع الرولز والداخليه بعد. مشيت. بعد سيتات مقصود. ايه جو ثاني سويت ملكي ما شاء الله. شوف ما شاء الله شوف الوسع ايه. هذا اللي تصلح لي بالطول. ايوه بالطول وبالعرض. انا شوف المسافه يمديك تنام هنا. اه شيء ملكي. انا شهد السلام. بس خلصنا بالين. اكتبوا لي تحت وش اكثر سياره عجبتك من السيارات الموجوده هنا. بس خلصنا الغالين. سعد هذا كلام كبير.
كلام كبير. معليش عميتكم. بسم الله وبحفظ الكريم.